السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا محمد اللام يحييكم على الهواء مباشرة من قناة الوطنية، وأقدم لحضراتكم حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة. ضيف الليلة هو الأستاذ الدكتور يعقوب بن لمين، مؤسس ورئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي. أهلا بكم سيدي، وشكرا على الحضور وقبول الدعوة واختياركم لقناة الوطنية. طبعا أول طلة إعلامية، وكان لنا الشرف أنها تكون عن طريق شاشة قناة الوطنية ولمشاهدين قناة الوطنية. والشرف أيضا للحضور. طبعا سوف نبدأ النقاش ولكن بعد مشاهدة تقرير. بيسر وسهولة ودون طلق أو آهة ألم ولد حزب التحالف الوطني الديمقراطي. فجأة رأى النور وبضربة معلم نال مباركة وزارة الداخلية في سابقة فريدة تحسده عليها أحساب تاهت طلبات تراخيصها في أدغال وقياهب هذه الوزارة المأمورة. زعيم الحزب الدكتور يعقوب اللمين، أستاذ الرياضيات اللامع، المحاضر من منطقة العصابة ونجل محمد عبد الرحمن اللمين، نائب الرئيس أحمد الداداه النافذ قبل أن ينسحب ويخلع جلباب التكتل. إذا فتح الدكتور يعقوب اللمين عينيه وفي فمه ملعقة ذهب سياسية، فقد نشأ وترعرع ابنا مدللا لحزب التكتل، وتصدر النائب المفوه والذي كانت بياناته الرقمية الدقيقة تحت قبة البرلمان تحظى بأكبر قدر من الشعبية والمتابعة، تصدر المشهد البرلماني الوطني سنين عديدة. بحسب الإحصائي الأخير الظروف المعيشية للمواطنين تجاوزت نسبة الفقر 80% على أساس الجوانب المنوم من الفقر، وإياما اعتبرنا أن البلد يصنف ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط كان من الأحرى لاعتماد دولارين للفرد، حينها ستتجاوز نسبة الفقر 50%، وتصنف موريتانيا بالمرتبة 156 من أصل 188 دولة حسب مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، الذي يعتمد على عدة عوامل كالصحة والتعليم والفقر. إن تمكين المواطن الموريتاني من الحفاظ على الضروريات الأساسية الست، حفظ الدين والنفس والنسب والعرض والمال والعقل، التي أكد الشرع الحنيف على وجوب حفظها، هي أسمى أهداف حزبنا، مع توفير الظروف المناسبة للرفاهية والعيش الكريم للمواطن. فما الذي ينتظر الحزب وزعيمه، وما الذي ينتظر منهم؟ في حفل انطلاقة الحزب كان حضور المنتدى المحاور أو المتصل عليه مزدحما، لم يغب أحد. وإن متأخرا وصل حزب التكتل، غاب الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية والمعاهدة، إن لم يكن في الأمر محاولة كسب ود مبكرة أو محاولة تمويه ماكرة. فإن موقع التحالف الوطني الديمقراطي في الخريطة بات جليا. في خطاب الانطلاق لم يعدم رئيس الحزب الوليد كغيره من قادة الأحزاب مبادئ قديمة مجترة أو مطالب شديدة مكررة صالحة للاستعمال في كل زمان ومكان. أما بيت القصيد فكان الحوار، وموقف الحزب الذي ولد حين فكر في الحوار منه. السادة الحضور الكرام، إن حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعتبر أن ورقة المنتدى الخاصة بالحوار تشكل مقترحا إيجابيا يمكن أن يؤسس لجو ثقة بين كافة الفرقاء. فالحوار الجاد هو السبيل الأمثل لحل كافة المشاكل العالقة وخلق مناخ صحي لممارسة العمل السياسي. وانطلاقا من مبادئ الحزب التي تعتمد الحوار نهجا، بأنه يدعو كافة الباعين السياسيين إلى تقديم التضحيات اللازمة للوصول بالبلد إلى بر الأمان، وجعل المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات. فست سنوات من القطيعة تكفي لمراجعة الذات والبحث عن أسلوب جديد للتعاطي مع الخلافات. انتهى الشق الاحتفالي من القصة، ودخل الحزب وقت الجدي وعنقه مطوقة بالكثير من النعم، وكل الأنظار ترصده كيف سيقابل تلك النعم التي أنعم بها عليه وعلى والده، ومصالح الذي قد يرضاه منه
من كان حضوره لافتا أو حتى من كان أيضا غيابه لافت. طبعا بعد التقرير، ما الذي ينتظر الحزب وما الذي ينتظر سوف تكون بيه؟ الحزب كي نتعرض ولد ظرفية صعبة بالبلد، ظرفية اقتصادية صعبة خانقة، انعدام بين انعدام ثقة بين الفرقاء السياسيين ما تجلى في غياب الأفق واتهامات المتبادلة بين الموالاة والمعارضة. هذا الانسداد وهذه الوضعية الاقتصادية الصعبة، الوضعية الاجتماعية للبلد، وهي الأزمة اللي عانى منها ولد فيها الحزب. وحزب عنده أفكار وعنده مشروع وطني يطالب بها ويطرحها حسب المتطلبات وحاجيات الشعب، وعنده اقتراحات وبرنامج متكامل، ما فيه جزء عن جزء. والأساسي منه هو إخراج البلد من هذه الأزمة اللي موجود فيها بدعم القوة الحية المعارضة أساسا للخروج والنهوض بهذا البلد من هذا المأزق اللي نحن موجودين فيه من عدة سنين. واضح. أنتم بالنسبة لمشروعكم الوطني، النقاط الأساسية في المشروع الوطني بأي جانب؟ جانب السياسي، جانب اجتماعي، اقتصادي. المشروع الوطني هو في عدة، مشروع وطني متكامل. أعطينا فقط ملخص والله حتى نعرف المشاهد بالمشروع الوطني. هو مشروع وطني فيه من الجانب بناء مؤسسات الدولة، ويطالب ببناء مؤسسة القضاء عدالة، بناء الإدارة والسادرة والمساواة والعدالة بين المواطنين. هي أهداف نبيلة يعني جل الأحزاب طالب بها، لكن الحزب يتميز بأنه يطرح عدة مقترحات من أجل الوصول لهذه الأهداف في كل مجال معين. ولا يتكلمون عن مجال، أي مجال مثلا الحزب مجال التعليم يطالب بناء أكاديميات التعليم في كل ولاية حتى تستفيد المقاطعات الطبقات الهشة من التعليم. كانوا نلاحظ مثلا مقاطعة باركة والكمثال، مقاطعة فيها 80,000 مواطن، من الصعب تجدد مدرسة وقت تمليت الفصول. وبالتالي نخلق أكاديمية التعليم في ولاية الأصالة مثلا، والله في ولاية الحوض الشرقي، والله في الترجة، تعود موكلة للاكتتاب وتحويل الأساتذة، يجعل استقلالية في اللامركزية في التعليم، لأن نلاحظ الضغط أكثر وعلى المقصود، لأن الحياة أسهل. وهذه الطريقة تحسن التعليم في اللامركزية، وهي طريقة بسيطة. طيب ما عندي، أعطيك مثال آخر في الصحة. الصحة للجميع، هاي فكرة نجحت عدة دول مثل كوت ديفوار الساحل العاج، هو صندوق موازن للكرام، وكل حد قد ينتسب له بدفع 20,000 وقية أو 15,000 وقية بسبب الضمان الصحي اللي هو لعائلته. والناس الفقيرة والداخل المحدود الفقيرة والله معدمة تتولى الدولة تدفع عنها، هذا يضمن الصحة للجميع. واضح. عدة مجالات. هاي النقاط سوف نصلها دكتور. لكن أنت ذكرت في خطابك 6 سنوات من القطيعة تكفي، عن أي قطيعة كنت تتكلم؟ احنا 2009 مرينا فترة أزمة سياسية عقب انقلاب 2008، تلك الأزمة خرج في عقب حوار دكار. من 2009 نحن في سيدات سياسي، لأن في الورقة 2009 كان في الاتفاق يتواصل حوار لحل المشاكل العالقة، ولكن السداد تم بك مرحلة إلى حد الساعة، تم انقطاع أو عدم تواصل بين القوى السلطة وبين المعارضة، والتفاهم حول بناء المؤسسات اللي توافقوا عليك الساعة في الدكار. ما كانت الانتخابات الرئاسية إلا جزء من الشق الباقي
ما واصلوا تطبيقه. وهذا التوقف داخل الفترة أدى إلى قطيعة بين الفرقاء السياسيين. ديك القطيعة تجلت مولي بين عاد فهم تصادم قوي وعاد فهم انسداد، والحزب يرى أن نيارة الموريتانيين وجميع الفاعلين السياسيين يتخطوا هذه الأزمة، ياك يصبحوا حوار، يبني مؤسساتهم، يقوي اقتصادهم، يخرجوا. وهذا مطلب شعبي، مطلب غالبية الشعب الموريتاني. هل هناك جهة مثلا ما سياسية تتحمل مسؤولية هذه القطيعة وهذا الجفاء اللي حاصل؟ أنا بصفي من المعارضة نحمله للسلطة، وإن كنت يعني نعود أكثر صراحة من تتحمل الناس تماما، لأن السلطة ده جزء من الشعب الموريتاني، يتحمل الشعب الموريتاني، يعطي الشعب الموريتاني وفاعله يتخطى هذه الأزمة، وإن كانت مسؤوليته تقع أكبر بتصوري على السلطة. طبعا الحزب الكومون القديم كان هو أكثر أحزاب الساحة يا إما التصاقا بالسلطة في فترة من الفترات أو قطيعة وجفاء معها. وطبعا الدكتور يعقوب اللمين فترة من الفترات حتى كان شقيقكم كان وزير في إحدى حكومات السلطة الحاكمة. هل تعتقد أنكم مثلا في التكتل ارتكبتم خطأ آنذاك في موضوع القطيعة بعد التواصل؟ الأخ العزيز مهم طريقة لطرح الأسئلة مطروح، وشكركم على طرحها. ربطي بمواقف أخوي أو أبوي أو عمي، هذا نستغربه من شخصكم الكريم، لأن أنا عندي موقف سياسي، أخي الشقيق عنده موقف سياسي، وأنا قلت عندي رأي وعندي رأي. زعيم المعارضة أحمد داده ابن أخوه وزير، أنا أتكلم عن تكتل. لا أتكلم عن تكتل، عن تكتل وزير عام وزعيم المعارضة والأخوة وزير العدل، وهذا عادي وسؤال مطروح. أنا كنت في التكتل معارض الانقلاب، أخوي شقيقي محمد وزير في نوار، وأنا قد عود المعارض أخوي ما أرى الربط بين أخي. لا أنا في الفخار ما أرى الربط بين أخي وبين في نوع من بالنظر بخارج مادة تخرص بجماعية ومادة تخرص باستقلالية. أنا قلت لك أحمد دادة زعيم المعارضة والخوه وزير عدل، هذا طبيعي. ما يجد حد يحمله. محمد مولود كان رئيس حزب معارض وخوه شقيق وكان وزير مع معاوية سلاح الطائر، وهذا طبيعي. ما فهم حد يرى أن ما فهم طبخة ولا فهم إيش. بالنسبة لسؤالكم أنا أرى في نوع من لا سيد رئيس، أنا فقط أريد للتوضيح فقط، في نوع من عدم 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 لا سيدي واضح. أنا ما قصدي لا رأيه يختلف. أنا قصدي التكتل، موقف التكتل أنا ذاك مشاركة التكتل. هو التكتل لم يشارك بوزير واحد، شارك بعدة وزراء. أنا من التكتل القوة الديمقراطية عنده استراتيجية حزب، التوافق أو هادن أو تصورة أو عارضة، هذه آراء حزب التكتل القوة الديمقراطية. أنا كنت واحد منه وكانت مبررة، كانت في رؤية ظهر في يوم معين، وأنا ماني هو الأمثل اللي يجاوب عنها، اللي ما تتفق حزب التكتل القوة الديمقراطية وأي جواب عنها يعود كأنه إما انتقاد وإما شكر. وأنا ما نختار نعود منتقد زملاء الأمس، نعود مولي شاكرهم كأنه بتبيران فيهم، بالتالي اختار نتفادى بفضلكم الكلام عن واضح. عن المواقف وعيد الكرة، وهذا نختار يسمعون المواطنين. ربط إنسان بأخوه ولا بأبوه ولا بعمه في نوع من عدم، إنسان يقول عنده رأي، أخوه عنده رأي، وابنه عنده رأي، وهذا عاطف التعاطي السياسي الديمقراطي السليم. هذا واضح. طبعا بالنسبة اليوم للتداعيات وظروف اللي خرج فيها الحزب للوجود مثلا، هل مثلا هناك تتم تفصيل الحزب بطريقة معينة لكي يلائم الواقع الموجود حاليا؟ ما هي القصة مثلا؟ قصة بسيطة بكل صراحة واضحة. أنا كنت مناضل الحزب التكتل القوة الديمقراطية، اعتز بنضالي وطيت فيه 10 سنين، بتفاهموا معي ياسر من الأعراب، كنت أدافع عنها وترسيخ الديمقراطية وآراء نبيلة. اختلفت أنا ومجموعة في الحزب باتجاه الحزب قضية استراتيجية التعاطي مع الحوار، والاختلاف بثنى هذا الشيء بسيط، لأن المنتدى رئيس المنتدى أحمد سالم بن حبري
تلقى مكالمة أو اتصال بالوزير أو اللقاء تدارس حول الحوار، هم رأيين كانوا متدار، رأي كان يرى أن ميرتو يلقاه، رأي كان يرى أن ميرتو يتصل به، وهذا أعطى شهر ونص حول اللقاء أو التلفين أو SMS أو إيميل. هذا بالنسبة لي ما هو جدي مع وضعية البلد الصعبة والظروف اللي على البلد، أنا أعطاني نوع من مراجعة الذات والنظر عن بعد لهذا التعاطي اللي بالنسبة لي ما كان إيجابي مع الوضعية السياسية والاقتصادية اللي أرقامها مؤشراتها تعطينا إياها التعاطي معها بطريقة مختلفة. أرتئي خلاف الاستراتيجية بحاجة طريق مسدود حاجة التكتل هذا شيء، المجموعة اللي عنده نفس الرأي وطرحنا طلب في الحزب والظروف الطبيعية الدستورية. طب الناس كل تقريبا الناس مشغولة بسرعة ترخيص الحزب، هل هناك مثلا دافع ما أدى إلى هذه الموافقة تقريبا التلقائية على السؤال؟ شكرا جزيلا للسؤال. أنا لكن حد يسوي تزبرت بطاقة التعريف، تزبرت جوازك السفر، تزبرت حقوقك الطبيعية اللي أعطيتك الدستور. أنا فهم الدستور واضح، فهم الشروط، فهم المشروع، فهم اللي قدم موريتاني أعطاه طرح المشروع السياسي وزبرت الموافقات حسب المسطرة القانونية وحق قانوني دستوري. لكن حد تبرك كتاب أخلاقي تستغرب حد لماذا زوروا بهذه السرعة، لأنه يجوا عدل الطابور وقت أخرج. لا عاد فهم واحدين منعوا من حقهم الدستوري، أنا بعد هو ندد فيهم يعطيهم حقهم الدستوري. لا عاد تبدي وزارة الداخلية طال الحق ما عندهم لأنه الناس استوفوا الشروط بينهم وزارة الداخلية، أنا ما لي فيه أي دخل. طيب أنتم طبعا الحوار كان من الأمور اللي سرعت الإعلان عن الحزب أو وجوده أو الخلاف كما ذكرت، ولكن هل تثقون في أن مثلا الحوار مع النظام قد يؤدي إلى نتيجة مثلا تسعون لها؟ أنا في تصوري في رأيي أن مجال الطلقة السياسية والفرقاء السياسيين مطالبين مجال تحط ضمانات في الحوار لتنزيل مخرجات الحوار، إياك مخرجات الحوار تنزل وتطبق، وهذا هو الهدف من الحوار، من الحوار يتحاوروا، لا يولي يتحاوروا حول طريقة تطبيق نتائج الحوار، هذا شيء طبيعي في الحوار. طب الأطراف المحاورة ذكرت أكثر من مرة أنها لا تثق لا في مسؤول ملف الحوار ولا في السلطة القائمة، هل تشاركونهم هذا الرأي أم أن لكم رأي؟ لا أشاركهم الرأي بعدم الثقة، لأن النظام عنده تجربة مريرة تخلي عن مبادئ في الحوار وتفهم، والشاطر المعارضة الثانية جزء منه بأنه يعني تطلب قدر الإمكان في الضمانات من أجل إيجاح الحوار، يقال مولي من يعني تتخلى عن ياسر الأمور وإن كانت منطقية مبدئيا من أجل إيجاح الحوار، لأن البلد والشعب يطالب بالحوار، من يعني الناس في الضحي ولو لعد ما جاء كما تريد من أجل دفع عجلة البلد للأمام. طيب ما هي هذه الأمور اللي يلا تضحي بها؟ ما هي الأمور اللي يلا تضحي بها كمان؟ مثلا الورقة اللي طرح المنتدى وإن كانت ورقة منطقية لنيارتي نظام ومن بعد يكتب ورقة تجاوب على ورقة اللي طرحت، ونيارتي المنتدى والمعارضة تنظرها بعين جد وتحاول تسهل من إجاع الحوار. طيب. بدون ما تعود كده انت عدت انت ما عدت تتلوّد ابسط شيء اياك تتخلى عن حوار، يعني اكثر شيء جبرته توافقوا عليه اياك يجعل حوار. طيب يعني تدخل جزئيات يا قربات جات الحكومه تكتب المعارضه وتشوف غلطتها وتحسب عن ذاك الوقت ذلك ما موقفه من ورقه الحكومه، يجي بحال ما جات ورقه الحكومه للاسف يتم عدم التعاطي مع الحوار. واضح، هو مجموعه منتدى المحاوره حتى تقول نحن ما بدأنا حوار، هي اتصالات أو لقاءات من أجل التحقق مما إذا كان يمكن انطلاق حوار جدي. لكن ألا ترى أن مثلا تعاملة الحكومة مع هذه المجموعة اللي
تتلقى منها اتصالات ولا تتلقى منها لقاءات ولا تبدو كأنها عملية حرق أعصاب. لا هو ثم عدم جدية بالحكومة، لأن الحكومة كانت نيات من الأحسن لها تكتب ورقة توضح فيها رأيها حول ورقة المنتدى اللي طرح، وهذا كان لا يسهل ياسر من الأمور، يقطع بحوار أشواط. هي تأخرت في الكتاب ونرجو نطالبه اليوم ونقول هي الأحسن أن تلبي مطلب الشعب المتالي والحوار، تكتب ورقة تقول في رأيها بكل وضوح، توافق أو لا توافق ورقة تجي تقعد لها المنتدى والفرق السياسي ويقيموه ويطلق الحوار هو الراشد إن شاء الله. ما قد تتكلموا ساق وجهة ورقة الحكومة. واضح. مجموعة المنتدى اللي تتلقى اتصالات أو تقوم بإجراء اتصالات هاتفية أو لقاءات تبدو اليوم ك، وعفوا على التعبير، كاللئام على الأيتام على مائدة اللئام. تنتظر مكالمة من الأمين العام الحكومة مولاي محمد الغاز، مولاي يتصل، مولاي لم يتصل، موضوع صار أشبه بمسخرة. لا، وفي الحقيقة نتيجة عدم الثقة، ولو كانت فهم ثقة لكان بدأ الحوار بسرعة، نتيجة عدم الثقة. طيب، وهل الطرف الثاني يريد أن يؤصل هذا عدم الثقة بطريقة تعامله مع الجماعة، أم أنه يريد أن عكس المهم؟ نتيجة عدم الثقة بين الفرقاء، عاد كل كلمة وكل اتصال وكل شيء لابد من يحلل يبقى في آراء الناس تام، ياك ما نوقع في نفس الخطأ اللي وقع عليه في الماضي، ياك تلخي الحوار يعود ناجح. هذا هو السبب اللي الجماعة طول الفترة، وهذا راجي ومطلب شعبي، وكل مطلب الشعب يختار الوقت، لأن الوقت يرون فمناسب تضيع الوقت في شيء ما هو مهم، كي اس ام اس واتصال هاتفي حضور. الحكومه تكتب ورقه، يكتب ورقه المنتدى والفرقاء السياسيين يجوا السعوديه يناقشوا بعدها قضيه بعد ورأي فيها ورأي حزب فيها. طيب، فقط الجماعه مساكين قاعدين جنب تليفوناتي ينتظروا رن، يمكن يكون الامين العام للحكومه او اي حد يبعث روح جديده في لا لا وبدي ما هو المنتدى، انا كنت فيه المنتدى، قطب سياسي، في اقطاب سياسيه، في احزاب فاعله، احزاب وازنه، في شخصيات مستقله، وفي نقابات عمال، هيئه سياسيه كبيره في البلد، ولا رن ولا يقرا في اراء مختلفه، وكل اتصال ولا كل راي لابد يشترك فيه الجميع، يكون فيه حوار. انا في رايي ان نقاش تفصيلية وجزئيات انه ما بيعتقد خلاف بيعتقد حول الورقة اللي تبعد الحكومة حوار يتناقش وتبقى في الآراء، وللأسف الحكومة إلى حد الساعة ما تجاوبت مع الحوار. الكرة في مرمى. طب الكرة في مرمى الحكومة حتى يبدو أنها محتفظة بها، ما هي لعبة. اليوم بدأت بعض الإشارات من المنتدى وكأن التكتل كان على حق، حتى بعض رؤساء الأحزاب القطب السياسي زاروا التكتل وقاموا باللقاءات معه، يبدو أن هناك نكوص أو عض للأصابع على الخطوة اللي تم اتخاذها. هل أنتم في الحزب مثلا تعتقدون أنكم قد تكونون يعني خرجت من المولد او حتى المولد ما خلق قاع من عند الراس؟ فم 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 خلق. احنا ما خرج من المولد، ياك الحوار يخلق، ياك الحكومه تجاوب، ياك الحوار ينجح، هذا هو دفتر يبقى يخلق. قال ما خلق مسؤوليه الحكومه اللي هي الخاطئه فيه. قال التكتل استراتيجيه التعاطي مع المنتدى والحوار تختلف. ما هي داخل في التفاصيل اللي تختلف، تحاشى خلافات الداخلية للحزب والنقد الداخلي للحزب يقتدر احتفظ به والعلاقة الودية اللي بين محل التكتل والقوات الوطنية، يقدر احنا اختلفنا في التعاطي مع استراتيجية الحوار. كانوا محقين وكان محقين، كانوا مصيبين كان مصيبين. الوقت ان شاء الله كفيل بإعطاء الإجابات. طيب، فقط الواقع اليوم أو خاصة وخاصة الواقع الحوار يبدو
الكفة تميل لصالح موقف التكتل. الحكومة تتعامل مع الموضوع بطريقة مثل ما قلت أقرب إلى محاولة حرق الأعصاب أو المهم أنتم في المستقبل إلى الجماعة قالوا نحن ما حاولنا، إحنا نقوم باتصالات من أجل الحوار إلى وقف الموضوع عند هذه النقطة. هل ستقومون بخطوة منفردة مثلا باتجاه الحكومة؟ لا، إحنا هدف مبدئي واضح هو توحيد القوة المعارضة بأكملها من أجل نجاح الحوار اللي خلاص بدأت الأزمة. هدفنا ما هو الحوار مع الإيران وترك زملائنا في المعارضة ولا هو التقرب، هدفنا هدف وطني وإنجاح حوار من أجل الوطن، ما من أجل الحزب ولا من أجل شخص زيد ولا عمر، ما من أجل نظام ولا المعارضة ولا شخص، من أجل الشعب الموريتاني الوطن اللي يخرج من هذه الأزمة. هذا هو هدف الحزب واللي يتموقع الأساس وينظر الأمور على أساسه، ما هي أهداف آنية ولا أهداف لحظية. متى كان حزب التكتل مصيب، متى كان الحكومة مصيبة، متى كان المنتدى مصيب، متى كان المعاهدة مصيبة ومحفظة. هذا بالنسبة لنا جزئيات، هدفه إنجاح الحوار لإخراج البلد من هذه الورطة والأزمة اللي فيه، بحيث نرجو ونشتغل وهدف جميع الطيف السياسي من أجل نتخطى هذه المرحلة ونبدو مرحلة بناء بلده. هذا هو 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 هدف الحزب، ويعود في الجزء المتخلف نحاول قصارى جدا ياك نقول ياك يشارك ياك الحوار يشارك فيه ياك يجرح. طب ما هدفنا ما هو إقصاء الطرف أيا كان ولا إطراء الطرف، هدفنا شامل وجامع، هدفنا من أجل الشعب مثلا، من أجل الوطن. طب قبل ترخيص الحزب مثلا وقبل حتى إنشاؤه هل قابلتم بصفة خوية بصفة غير رسمية، هل قابلتم الوزير الأمين العام للحكومة مولاي أحمد رقوان؟ مولاي محمد رقوان آخر مرة شغل 2012 في البرلمان، ما كنت شفت إنه ما 2012 لست هناك هواتف لأنه هو يحب استعمال الهواتف. لا هواتف لا لقاءات مباشر وغير مباشر. آخر مرة شغل شهر يناير 2012 في البرلمان الثاني قدم برامج حكومة، ما قدمت أي اتصال لا مباس ولا غير مباس. طب البعض يقول أن هناك تأثيرا ما لا شوف هو هذاك قضية أخوك مع أنا مولاي محمد الله عندنا نفس الوسط القبلي، هذا شيء طبيعي ما يقدر يجبكم قال ما بتخطي. لكن الأخرى تكون طب هل كانت مثلا هناك اتصالات بينكم مع الحكومة بصورة عامة بطريقة أو بأخرى عن طريق وسيط مباشرة أي نوع مثلا؟ لا يستطيع يحاول حد الوزير الأول مهندس ويحاول أقف أمين عام الحكومة الوزير الأول الوزير الثاني والوزير الثاني والوزير الأول. آخر مرة شفتهم في البرلمان الموريتاني 2013 ما عندي بهم أي اتصال مباشر ولا غير مباشر، ما عندي بهم أي ورأيهم إيجابي وسلبي لا عدل به واحد من عام الحكومة ورضاهم ما عندي به أي علاقة. بالمناسبة ذكرت بعض الحكومة هذا أنا تصوري هاي بعض المناسبة هاي سياسة وهمية الشعبية الوهمية تخرج بالمراسيم واحد عود سياسي عجب رئيس الدولة وزير ولا عجب وزير أول يعود كأنه رجل سياسي كأنه بجماعته كأنه بخلقه يبدأ إياك يثبت أنه بجماعته يعجنه في الأماكن بدأ تخسر الدولة، يعني يبقى واحدين غير مناسبين يديرهم من أماكن واحدين مناسبين ولا العكس، تبدأ هم إياك يثبت أنه بجناحه وجماعته تخسر به الدولة عن طريق التعيينات وعن طريق المناصب الغير مناسبة، وهذا خلق ياسر المشاكل في دولتنا. ونختار بعض طالب الحكومة والوزراء والناس اللي إنهم يعتمدوا الكفاءة أينما كان سواء معارضة سواء عماية معارضة، لأن الدولة اللي تبنيها لها كفاءات وقدرات، ونقعد هم اللي تناوش الخلاف في غرام السلطة يتفشى هذا الداعي خطر الدولة ونقوى الحكومة ونقوى الدولة ويفهموا
التعيينات والمناصب حسب كفاءات أبناء الوطن، لا حسب انتماءاتهم لا العرقية لا القبلية ولا الجهر ولا مثلا كان أقرب من الجناح الفلاني ولا الجناح الفلاني. وهذا هو اللي قلت لك أن التعاطي السياسي بالمراسيم واحد يعطيه دور الثقة، والشكل لا بد أن يثبت مكانه بالتعاطي السياسي يفسد البلد. هذا هو اللي فسد التعاطي السياسي بهذا الأسد. طب هو اللي جاي من سؤالكم انتوا يمشي مع هذا النوع من الامور، هذا قريبه في البلد الفلانيه وبالتالي معدل قريبه والله ذاك من جهته معدل جهته. هذا التصور على البشري تصور خاطئ، هو اللي اخر بلده وعاق التدين. طيب النائب يعقوب اللبين كان من كبار منتقدي النظام الحالي، وكان من اكثر الناس دقه في انتقاد النظام وبالارقام وبالاحصاءات. هل تعتقد أن الوضع الذي كنت تنتقده آنذاك لم يعد موجودا وتغير للأحسن، أم أن النائب الناقد آنذاك لم يعد موجودا اليوم وتغير رأيه في النظام؟ من تغير؟ النائب يعقوب، النظام القائم تحسن الوضع، ما هي القصة؟ القصة بكل بساطة أنا معك النائب يعقوب اللبين، قوز حزب هدفه نفس الهدف اللي عندي، هو النقد بالبينة. معناها ما هو النقد الجزافي تعدلت ما عدلت الكلام للناس ملته، أي نقد مبني على أدلة وعلى بينة. الحزب سيكون سباق لطرحه، أي أرقام وأي معلومات مؤكدة سيكون سباق لطرحه لأنه بين وتثبت ومولي عنده مقترحات بديله وعنده اقتراحات عنده مشروع وطني. قال لي يعود مولي في المصالح، هذا يقول مصالح بكل اريحيه، ما هو المعارضه من اجل المعارضه ولا هو مولي يختار الناس تخرج لك الثنائيه، ثنائيه المعارضه اللي يوم تنظر الناس منها معارضه محرومه، وذيك الموالاه تنظر الناس بموالاه صفاقه متملقة. فما أغلبية صامتة ما تتعاطى مع السياسة، يعني ما تقدر تصنف في واحد من الأطراف. ذيك هي اللي الحزب أنا ميارته تظهر كي تأخذ الأمور بيدها وتتعاطى مع السياسة تعاطي شديد ما فيه ثنائية. ولماذا النقد يتم دائما صالح الدولة أبدا من المعارضة أبدا من النقد مبنى على أسس علمية والموالاة تمولي تدعم تدعم نظام معين قيت أدعمه بكفاءة ومعرفة وبعمل، ما هو من واحد يقول أخذ الزبون والشكر يتملق به النظام معين ذلك هو يفسد البلد. طب مثلا أنا سوف أعطيكم صورة عن التجاذبات اللي قد تكون كما قلتم تضيع الواقع أو تتجاهله لمصلحة رأي معارض أو لمصلحة رأي موالي. مثلا الحكومة تتباهى بمشاريع كبيرة قامت بها، مطار نواكشوط، تسليح الجيش، المنتدى واللي انتم اليوم جزء منه او اقرب له مثلا اقرب له والمحاور حتى الان اقرب له لا تصادف راسي انا حزب معارض اقرب له شيء المنتدى اقرب انتم اقرب له يقول ان هذه المشاريع ما هي الا اسباب للفساد. انتم في الحزب ما هو رأيكم فيما يتعلق بهذه المشاريع؟ كيف تصفون مشروع مطار نواكشوط مثلا، مشروع تسليح الجيش اللي تتباهى كما تقول الحكومة، أنتم ما هو رأيكم بالضبط في هذه الأمور مثلا؟ لا يجاوبك عن السؤال الأول والسؤال الثاني لأنه الجيش أموره دائما حساسة لا يخليها عنه، ولا عندي مي المعلومات اللازمة ياك نتكلم عن الجيش المؤسسة العسكرية اللي عندها المعلومات ما استرها بني بأوصل قال المطار. أقول لك في رأيي مطار نواكشوط مبدئيا ذكرته أنا جات في ساعة البرلمان ساعة كنت في نهاية البرلمان وجات بناء مطار مقابل التخلي عن قطع أرضية مبدئيا ما في مانع الفكرة مبدئيا ما عندها مانع. ملاحظتي أنا ذاك كنت الوزير الأول ساعة وزير النقل قلت له ماني فاهم مطار كبير معدل المدينة 500,000 مسافر مع مدرجين ضخم
كلف ماليا يعدل في دولة فيها 67,000 مسافر يوميا. أي معنى عدد المطار قد كبروا 67,000 مسافر سنويا، عدد المطار المجموع 500,000 سنويا. هذا بالنسبة لي ما هو علمي، ما هو منطقي. عدد المطار 500,000 مسافر بعد 10 سنين ولا 20 سنة طبعا ما نمشوا من 67,000 مسافر إلى مليون و 500,000 مسافر. هاي واحدة ملاحظة بالنسبة لي فيها ضياع المال ولا هي منطقية وبلا معنى. وطحت عليه وذكرنا ما أعطاني عليها أجواء، قال لي التكهنات ما أعطاني عليها أجوبة علمية تقبل هيك ساعة. القضية الثانية اللي في المطار قلت هذا، قلت أنا بصف نائب في الجمعية الوطنية، اخترت تعطوني نسخة من الاتفاق اللي بيني وبينكم وشركة النجاح. لكن عارف انه مطالب هي به ولدي ومطالب انت ومستعد اكتب لك رساله على اللجنه البرلمانيه تعطيني نسخه منه ارفض. قلت وين ترفض؟ ما عاد نفهم شيء، ما هو واضح. الشفافيه تبت وضوح، وانا حقي القانوني اطالب به ما اعطاني. فهمت مع الوقت، حسيت بعد الوقت وصلتني انه الحدود التراب ما هو معروف كان ما يتوقف، تطالب الحدود تعرف تنزل حتى العدو واحد يسمع تنزل عدو يقول جاهر بالعزل خايف التراب ولا تقبل منهم. هذا فيه نوع من الارتجاليه في العقود. وعاد ذاك مرحله معينه السنين سلفت 15 مليار من الارباح في المطار لم يعني قاعد. هذا لا معنى. القضيه الثالثه الدوله مودي قبل تشوفها من عند فادس في تجهيز المطار. عاد هذا في نوع من اذا كنتوا تخوشون في الساعه. هذا فساد، هذا يستحق تحقيق. ما قد اقول فساد لاني ما عندي تفاصيل، قد يستحق لجنه التحقيق تحقق فيه. لانه في ياسر الضبابيه وعدم وضوح. مطار مناقشور مطار فكره عند الاساس جيده، ولكن في ياسر عدم وضوح وياسر الضبابيه ولا تحقق فيه ولا تكون واضح وبين. عاد كان نقول اخطاء علميه تخلق توقعات تخلق وتبرر، يقال لي عدم وضوح الدوله في معطى المعلومات عنه. حتى ان صندوق النقد الدولي في تقرير 2013 و2014 اخر قبل سنه وسنتين كتب ان القيمه المعطيه للقطاع الارضيه حسب المعلومات عنده اكبر من اللي متوقع شركه النجاح والدوله. عندنا 27 مليار ولا 47 مليار هاي المنطقه اللي ترغم. دوك بالتالي هذا الغموض وعدم الشفافيه وعدم الوضوح وعدم كشف الاوراق هذا هو اللي يخلي الناس سر تعطي التاويلات تعطي اتهامات باريحيه. انا كنت حاسس تعطي اتهامات لاني ما عندي معلومات. يقال المعلومات اللي عندي توضح فهم عدم 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 وضوح في قضيه البطل، فهم ضبابيه في البطل. والمنتدى اذا طرح انتقده حق واضح. طيب نعود لموضوع الحزب. غاب الحزب الحاكم وأحزاب الأغلبية والمعاهدة، هل وجهتم الدعوة لهم؟ الدعوة مفتوحة ووجهت الناس لهم حسب قدر من الأغلبية. حسب اللي سمعت السؤال طرحوا لي زملائي فهم قدر رؤساء أحزاب الموالات ما وصلت الدعوة للأسف، دي ما وصلت الدعوة ما جاء. هل قمتم بالمنتدى؟ طيب هل قمتم باتصال مثلا مع الحزب الحاكم؟ لا. أي نوع من الاتصال؟ هو ما اتصل بينا ما اتصل بينا. ما هنئكم مثلا الحزب ما هنئنا ولا اتصل بينا ولا ربط بينا أي علاقة والعكس صحيح. أحزاب المعاهدة وأحزاب ما اتصل بي وعلاقتي بينهم اتصلت المعارضة فقط. طيب الحكومة رفعت مثلا شعار مكافحة الفساد والمعارضة تقول أنه شعار بدون معنى، أن الفساد ازداد بدل ما يزداد أفقيا ازداد عموديا وهناك الحاشية وهناك كذا. هل أنتم تعتقدون اليوم أن الفساد تراجع ازداد؟ ما هو رأيكم
في انتشار الفساد في الميدان؟ رأيي الفساد أولا والشعار اطلق 2009 يعني 2008 واقتراحت قانون اكتساء المحاولة الفساد والحكومة أنذاك والموالاة أبات تتعاطى معه الخروج بقضية التعامل مع الفساد بطريقة شفافة وجيدة. هاي فوت الشيء العام للدولة أنا الحزب يطالب بإلغائها يعني لا مصداقية لها. هذا ما يقول عم بيجي بس مرة واحدة طالب بإلغائها كتيان قانوني والله أشخاص إلغائها قوي هي معادلة مرسوم 2005-2007 يبان المرحلة الانتقالية العسكرية معادلة مرسوم بإلغائها ما تكلفش لأن لا قيمة لها وين يصلح لماذا نطالب بإلغائها؟ أولا تقاريرها يا استمر ما هو شيء في أخطاء في الأرقام في أخطاء عن وبعض أعضاء هي عنده ماضي في الفساد عنده قاع متابعات قضائية والناس اللي جيت تقارير والله جيت التعويضات المالية الناس تخلص يعامل معها حسب المزاج شي خلص وش يعود خلاص يعين وش ما يخلص بالتالي عاد فيه نوع من أعطاه انطباع أن بلا مصداقية ولا قيمة له. هل هذا مثلا يمكن وصفه فسدت فساد في مكافأة الفساد؟ هذا ما هذا قاعد الشعار الجميل أفرغوا معنا أنت بقول إحنا دور نبني مؤسسات ونعدل محارات الفساد يبغون مؤسسة ضعيفة من ناحية الكادر البشري أشخاصها ما هم نزيهين والله ما هم نزيهين تقاريرها لا قيمة لها واحدين يقيسوا السجن وواحدين يخلصوا شيء قليل وواحدين ينقالوا يخلصوا نفر يعقب يفتدرهم وواحدين يرقوا في المناصب هذا يجعلها بالمناسبة فاقدة مصداقية ما عنده بديل ما عنده قيمة بديل بس بديل وتفعيل محكمة حسابات قانونيا ضد محكمة حسابات قانونيا بداية الكاتب السيد تجي مراقبة على محاولة الفساد ومن يطلب هذا مقترح عند الحزب أن تراقب البلديات والمجتمع المدني جميع منظمات المجتمع المدني تعود تجيها محكمة حسابات وتعدها التقارير السنوية عنها هذا في فرنسا وفي دول العالم فتجيك محكمة حسابات عندها مصداقية ورئيس محكمة حسابات رئيس نيات عنده يتعين تشترك مؤسسة المعارضة باختياره تبقى واحدين قال تختار واحدين إياك يعود منزه عن طرف سياسي وعن طرف سياسي يعود مدي ما عنده علاقة بالسياسة فرنسا مثلا ذكر لي توفى فيليب ساجان عرضوا منصب رئيس محكمة الحسابات إلى ألان شيبي رفض قال مستعد للسياسة ورفض المنصب هذا المنصب حد قبل ما تتعاطى على السياسة عود منصب يبقى في حد عنده كفاءة وعنده النزاهة وعنده القدرة وتمدي مؤسسة ما تقبل بها السياسة شيء طبيعي وتفعل العدالة وتفعل القضاء هذا حد هام حال الفساد بطريقة مؤسساتي مو حد هام حال بطريقة شعارات وإنه واحد ما عنده حد مدافع عنه والله ما عنده قيمة سياسية والله يجلس ضحى به والله يجلس ذكر الحزب والله يعني عاد فيها نوع من عاد فيها نوع من التعاطي السلبي طب تقبل عنده ضحايا الأصبع ينقبوا طبيعي مثال وفهم واحدين يجي لجاء وتعدل تقرير ورقة وراء ومالي بالمناسبة فهم أعضاء من لجاء كتغير تقاريرهم جيد ما نبياك ما نظلم أهل الكفاءات فيه فهم واحدين منهم تقاريرهم جيد ونقيم وعدوا قاعد قضاء في محكمة الحسابات ونقيم ورقة يقال فهم مالي واحدين يارتهم بالأخ ما بردهم يعني عدوا أخطاء بش طب مثلا هناك من يقول أن هناك مراكز قوى فوق مفتشة الدولة ولا يمكن أن تفتشها ولا تتوجه لها مثلا عمر والله زيد في مركز ما كل مظاهر الفساد حوله كما تقول المعارضة وكما يقول المراقبين ولكن ما زال يحظى بالحظوة وبالاحترام في الحقيقة أنا تابعت فتش العمل الدولة هاي اللي يزعلوا تابعت لازم تقارير اللي في زمن النائب في البرلمان كانت ضحايا نزعلهم التقارير والزملاء والأصدقاء يعطون التقارير وشوف قطعا طلبت إلغائها لأنها
ما عندها مصداقيه. وعندي البينه والادله لان كتب تقرير وعدت مفتشين فيه اغلاط في الحسابات بدل من 40 مليون 2 ملايين في الجمع، اغلاط في تعويضات على الاوراق وعلى الاقلام اللي وهذه مستخدمه. الحقيقه انا طالبت اولا ديك الساعه الوزير الاول هناك من التقارير هذه تنشر، يعني المواطن البريطاني يشوف التقارير ويعرف كان هي قاعده بقيمتها. هذا يعدل شو الدول، شو الدول الافريقيه اللي عادت تجي اكيفتنا عاد تشتري التقارير، يعني المواطن البريطاني يشوف التقارير عنده اولا يعرف قاع اللي يقولوا كانوا حق ولا اللي يقولوا ما كانوا حق. اذا يولي وظيفي الاخرين يستفادوا من اخطاء اللي تلاحظ هي يعني تفادهم رفضوا. عاد طاوا طباعا هدفنا لا روايتهم يخلعوا بها وحدين يبردوا فيها اخلاق بوحدين، هذا حقيقه ما بتكلم. وهذا فقد مصداقيته كل امانه. قطعا ثم الحاله المدنيه دي الناس تتساءل لماذا ما يجي التفتيش، لان ثم شبهات في الفساد في الصفقات وفي التعاطي، لان هذا التساؤل طرحته بعض المرات وطرحناه في البرلمان. قطعا نتساءل لماذا الحاله المدنيه ما تجي التفتيش ومطالبين يجي التفتيش وينتشر تعود بولي واضح لعاد اللي قال عنه وصلنا معلومات كذب نرتاحوا انها مؤسسه عملها جيد، ولا عاد ذكر بمولد ولا عاد حق تعاقب الناس اللي احيانا يوصلها العقاب، لان ما فهم حد يقعد فوق العقاب. الدوله بالناس فهم تساوي فهم، هذا مبدا من مبادئ الحزب. طيب هي النظام يتباهى بموضوع الحاله المدنيه، انه قبله كانت موريتانيا مشرعه ومفتوحه على من هب ودب اللي يتجنس او ياخذ الاوراق او يستخدم الهويه الموريتانيه كما يشاء. الجماعه قاموا بضبطها ودلوها في قالب يحمي الموريتانيين من الغرباء ويحميهم من الفوضى. شوف الحاله المدنيه ما قاعد في مشروع تقبل هي وعدت نفس المشروع اللي عندهم، هذا الجوازات الرقميه وعدل في الجزء الاخضر كفا تكلفه اقل وبجوده احسن. نقولك تزور كفر وتدخل في شي قالوا دار استواء دار المواطن، دير اسمك بالجهاز تقال لك اوراقك ثابت شبه بدون زحمه وبدون شيء، جهاز تدير فيه اسمك وتدير فيه اصبعك تاخذ بطاقه تعريفك كتاب خلاقك باسبور تبغي تاخذ الاوراق بتكلفه اقل وبنفس الجوده. دونك ما يقدر يقول لي حد من اللي عدل ما قطعوا عدل في العالم بطريقه احسن، هاي من ناحيه. من ناحية الثانيه هي ان هي هو مشروع مهم، دوله بتضبط حالتها المدنيه اوراقها وجوازاتها وقابل التجبر، هذا بحد ذاته بشكل وفيها قطر من الكفاءات والمهندسين. قال دار راسها انا راقبت عمله، كان عمله طريقه تعامله والاداره فيها ما كانت اداره كانت مرتجلة مركزية في الإعلام الأعمال وقفت ياسم الوقت وزادت متواصلة تعطيني انطباع أنها أن الرواية ما توقف، هي تعود عمل بسيط. قلت لك دار المواطنة تابع البلديات في كفر عمل بسيط تجي الجهاز تدير في إصبعك تقبع أوراق ثانية بتكلفة أقل، هي تعود قبالي بس طويل الأعمال الثانية تعود المواطن ما يمركزوها في الشخص أحيانا يعتبر نفسه للأسف فوق القانون. وياسر من الطبقه السياسيه لاحظ هذا في المعارضه اساسا وله مرتاح العمل، كان من الاحسن الدوله تبغى تعاد التفتيش جدي حول اعطاء الصفقات حول اعطاء العمل فيها وتعود واضح. لا عاد نحن والله المعارضه المعلومات اللي تجيها بتكون خاطئه، هذا شيء اعتبروا لا عاد نتهمها بشكل ونجيب الشجاعه نعتبروا وعملوا شيء، لا عاد نحن محقين يدفع الثمن كيف الناس بالضبط. فبالتالي ما فهم ماني متهم بشخص زيد ولا عمر، قال المعلومات اللي توصلنا بالتواتر نختار الدولة توضحها. طيب الوضع الاقتصادي اليوم الدولة تقول انها استطاعت انجاز مشاريع اقتصادية كبيرة واستطاعت مستوى الفقر مثلا نقلته من مستوى معين الى مستوى ثاني، انتم في الحزب كيف تصنفون الوضع
الحالي. استاذ السؤال استاذ القضيه خالقه مشكله في البلد. استاذ ما ادخل استاذ لا يجي لان المعطيات العلميه الرقميه اللي كلها يبنى عليها نقد والله شكر ذات عجام ومؤسسه ذات مصداقيه. والحزب يطالب بعدال المندوبيه للاحصاء والاستشراف الاقتصادي عود مولاها عندهم فتره 5 سنين معدل في عده دول. ونمولي اختيار الشخص اللي الكفاءه العاليه عليه تشرك مؤسسه المعارضه باختياره ياكل الارقام اللي يعطي ارقام حقيقيه ما يقابل للطعن ولا يقابل النقاش. تنمولي يقد يستشرف جيوب العمل في المستقبل. هذا من مقترحات الحزب اللي طالع. يا اخي بعدين كيشوف اداره الاحصاء الرسميه يقولوا ارقامها مع التحفظ يعني يقول لاحظوا نسبه الفقر 2% وحاسبين ان دخل الفرد 1 دولار ادنى دخل. وفي نفس الوقت موريتانيا مصنفه من الدول الدخل المتوسط. منيات حسب احصائيه المعايير العالميه يقاس فيها الدخل اقل من دولارين. حد فقير يعود عنده دخل اقل من دولارين اللي هي 500 يورو بدل من 250 يورو. اي تحسبها بالمعيار تجيك اكثر من 50% تعاني من الفقر. وبالتالي تعود موريتانيا من الدول اللي فيها ازمه قويه من ناحيه الفقر. من ناحيه المجاعه فهم 1% من الشعب موريتانيا مهدد بالمجاعه. هذا مولي الله حسب صندوق مكتوب وطني الاحصاء. من ناحيه الاطفال المهددين بسوء التغذيه 20% والرقم الامم المتحده يصنف موريتانيا 156 من 188 دول. بالتالي الوضع الاقتصادي وضع مقلق ومؤشرات مقلقه. وهذا هو الاسباب اللي يدفع الحزب يدفعنا مطالبه بالناس تامه جالسه تتجابر وتحاول تبني بلدها وترفع الامن. طيب هذا الوضع اللي انت وصفته من هو المسؤول عنه؟ مسؤول عنه تامه. يعني مسؤوليته تقع على المرتدي تامه، الشعب تامه، بكمل. هذا حد يتكلم بكل 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 صراحه وان كانت السلطه والرئيس يتحمل المسؤوليه الاكبر لانه هو المسؤول عن تطبيق البرامج واستراتيجيات البلد. طب تقصير في المسؤوليات ممارستها بطريقه خطا بالضبط المسؤوليه شوف يصلح لك افكاري بعد افكار واقتراحات قال ما هي لا راي يعني يقابل النقد. هي موريتانيا عندها اقتصاد ريعي عندها معادن وعندها السمك وهذا يرتفع ينباع. غياب القيمة المضافة الصناعات التحويلية توفير الطاقة استراتيجية اقتصادية مبنية هذا سبب خلل. تتصور معي اعطيك مثال الصيد. نحن طاقتنا استيعابية في الصيد قد نصيد الى 1 مليون طن سنويا. المغرب يصيدوا 600,000 طن سنويا الى 700,000 طن. السنغال رحلات 280,000 طن. تعرف السنغال يستقال فيها كم في قطاع الصيد؟ تقريبا الصيد يشتغل 120,000 سنغال. تعرف المغرب هاي اللي 700,000 طن اقل من احنا ب 300,000 طن. شغل كم من المغربي في قطاع الصيد؟ 600,000. قطاع شغل كم؟ 75,000. ونحن قدرتنا اكبر. دونك فهم خلل. من المسؤول عن الخلل؟ الخلل المسؤول عنه السياسات الدوليه الفاشله المعتمده. غياب البنيه التحتيه في الصيد. غياب الموانئ. غياب مراكز التكوين. غياب الافق. اعتمدوا الاتفاقيات. تراجع سنويا مع الاتحاد الاوروبي مع كبار الصيادين تدخل مداخل 40 مليار 60 مليار الدولة وترتاح منهم ويناقشهم مسؤول عنهم ويتفاخر ويتباهوا انهم يناقشوا اكبر قدر وينساوا عن الرؤيه وغياب الرؤيه. هذا في الصيد. واكبر قطاع المعادن انشغل في موريتانيا 0.6% القوه العامله في موريتانيا انشغل في قطاع المعادن في قطاع كبير 0.6%. زي غياب القيمة المضافة، غياب الصناعة التحويلية. بينما التجارة في موريتانيا استقال فيها 23% أكبر مشغل، وكانت الدولة من جهتها تدعمها. يعني أكثر شيء
الشقة المرتدة ما بتدعم بأي طريقة، بتخفيض جمركة وتخفيض ضريبة وتعميمها وتصنيفها كقطاع وعدم خلق ظروف سيئة، لأن المرتدين يتميزوا وهذا شطارة الملائم وفضل الملائم أنهم عندهم ذكاء وخبرة في التجارة. تصور أنهم يستطيعوا يعادوا شين قالوا إعادة التصدير، يجيبوا المواد من الخارج ويصدروها للدول الأفريقية من سيارات ومن بضائع، يجيبوا ويجمركوها في موريتانيا ويصدروها للدول المجاورة. هذه من الدول تساعدوا فيه لأن القطاع يشغل ياسر الناس وفي التجارة وفي ياسر القيمة المضافة. الدول تركز ما تم تخلق له ياسر مشاكل وهون طالب الحكومة مراجعة قانون السيارة، لأن هذا القانون مشحف ولا جبرت له عذر دولة نقل فيها سيئة، والسيارات يجوا من أوروبا بأسعار معقولة. عاد قال السيارة لها 5 سنين أو 6 سنين اللي بتجي بيستهدف خامات، قانون عاد جائر شيئا، لأنه أولا خسر فرص عمل وخسر قيمة مضافة إعادة الإنتاج. عاد كي تصلعوهم لأن صدروا دولة بيننا وما يريد دول مجاورة، وعاد قالت مولي ما أعطاهنا أي عذر مقنع لعدم إعادة التصدير، ولا أعطانا أي دراسة سيري غالبا فيها بمصنع صناعة سيارات، بالتالي قد يحرموا. ونحن يقولون انه نحن ما نقول عودوا يجينا الوتات الخامي، هذا عنده حل بسيط، عنده شيء قالوا فيزي تكنيك الرقابة التقنية. أنا كنت في فرنسا وقصيت وتا من دولة مجاورة وخاطئ للرقابة التقنية مفروض عليك، عنده مراكز للرقابة التقنية تشقركم واحدين وتشقركم مهندسين وتباتحين فرص عمل للناس. طب حوار مثلا مع نظام يتحمل هذه المسؤوليات ويتصرف بهذه الطريقة اللي انت ذكرتها، هل تعتقد انه قد يعطي نتيجة في المستقبل او يغير هذا الوضع اللي كما وصفته الى الاحسن؟ ما هو تأثير مثلا الحوار وحتى نجاحه على هذه الواقع الكارثي اللي انت وصفته؟ الحوار ما هو حوار مع الحوار، ما تحاور مع صديقك، صديقك ما تحاور معه تشد على اخباره وصاحبه، تحاور على احد مختلف مع الراي، مختلف مع الرؤيه، هم عندهم رؤيه مختلفه فيها نقاط ايجابيه وفيها نقاط سلبيه، وانت عندك رؤيه مختلفه وقد فيها نقاط ايجابيه وفيها نقاط سلبيه في نظره، تتحاور وياكم تزوروا مخرجات تكون فوائد للشعب. الثاني ما في بالسياسه والعالم ما في احكام دائمه، ما في دائم. بعد الحوار هل تعتقد قبل الحوار ما في انسان سيء دائم ولا في انسان جيد دائم؟ في الحوار في النقاش في تبادل الاراء تزاحمت العقول خرج الصواب. ما قد اقول لك حكم معين انسان يقال بعد اللي قلت لك بإذن الله، ما قلت لك شيء، نحاول قدر الامكان حزب اللي انا مثل ومناضل الحزب ما هم يقولوا اي شيء ما عندهم يتبين الادله. طب هل انتم حزب قبلي؟ لا انا حزب مفتوح لجميع المرتانيين، وهذا السؤال شاكرك اللي طرحته، انه انا قبلي طيب 10 سنين في حزب تكتل القوى الديمقراطيه، يطرسوا واحد من قبيله منطقه بعيده منطقه نعيش منها، وهذا طبيعي لانه شخص يجد فيه ذاتي فتره معينه ويظهر بيصير يقعد قبلي بيصير يقعد عندي حزب قبلي. اي يوم تكلمت عن القبيله ولا عن الجهه هذه ناس مرضى. طب هناك هذا نوع من الافكار واضح، لأن الوقت دائما ينتقد انتقادات غير مبنية على منطق طوحان والأفكار. سيد الرئيس بالنسبة لي ما يستحقوك عرض، لأن الوقت يداهمنا. طب هناك حراك فئوي في موريتانيا، وهناك مظلوميات، وهناك حركات تحاول حماية فئات معينة وتتهم فئات ثانية، وهناك تجاذب حول هذا الموضوع وخاصة موضوع العبودية. أنت في الحزب اليوم ما هي نظرتكم لموضوع العبودية أو آثارها، أو هل تعتقدون أن هناك عبودية ولا هناك آثارها؟ موضوع ولكن شو من ناحية العبودية فاتوا علماء فتاوى فيها لأنه ما يبي يسأل صار بالتالي ما نطرحه نقاش. آثار الرق في موريتانيا الحزب اقترح عدد تمييز إيجابي في التعليم،
أو تصلحتك قضية أكاديمية تعليمية تعدل في كل ولاية، إياك المناطق التعليم تعود جابر التعليم، لا بد أن تصحح البدايات. أعطيتك باب مادة أي أمور ثانية تعلم حليت مشاكل، أعطيتك باب مادة وتعقيم منها واحد وتعطي واحد إمكانياتها ما حل مشكلة لا قيمة لها أيا كان أيا كان العنصر. الأساس هو التعليم يعطوا دولة توفر التعليم لجميع الموريتانيين. طيب هل العبودية موجودة اليوم؟ العبودية موريتانيا ما هي موجودة بالمعنى التقليدي اللي البعض يقوله، وفهم حالات استثنائية وفهم حالات. وأنا شخصيا أنا أقول بتسولت النائب المقر المعلومة بلاد اللي عضو ناشط في منظمة نجدة العابين ساعة نائب البرلمان معاه، أنه تعطيني إحصائية ودراسة علمية عن أماكن تواجد العبودية، ياك البرلمانيين ياك كفاعلين سياسيين يشتغلوا على 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 عدم وجودها، لهوالي هم يشتغلوا بعد عمل جيد حسب اللي قالت مع المعطاتي. قال ما عندهم إحصائية على أماكن موجودة، ياك نقول هي موجودة في البلد الفلانية ما طرقت وجه، عندهم حالات تذكر ما قدنا ما قد نعممها. وفي تقرير كتبه مسعود الخير اللي هي القضية اللي تعتبر من أكبر مناطق عنها سنة 2000 بدربها، قال عبودية موريتانيا ما يخالف، كان خارج حالات مخالفات هذا كتبه في تقرير في اجتماع وعدة سنة 2000 بدربها من الشاهلهم، وكتبوا ياسر من المناضلين في هذا الموضوع اللي اشتغلوا فيه كتبوا مرارة تقريبا ما يخالف. وانا شخصيا ما قد يجزم انها خارجه ما خارجه، يقال بعد هم اخبر مني في الموضوع اللي اشتغلوا فيه وقالوا هذا الكلام. واضح. طب وقت البرنامج تقريبا انتهى، اذا كان لديك كلمه اخيره او رساله تريد ان توجهها تفضل. انا نختار نطلب من جميع الموريتانيين انهم يشاركوني في المشروع الوطني اللي يحاول يطرح رؤيه شديده للتعاطي مع السياسة، نخرج من البلد من هاي الثنائية حد معارض معناته محروم وحد موالي معناته صفاق متزلف. لا بد من نأخذ من هاي الثنائية اللي أعاقت بالبلد، ولا بد من نشتغلوا ياك نبنوا بلدنا ونعطوا في رأينا في كل أريحية. ما عدنا عدو دائم ولا عدنا صديق دائم، عدنا برنامج نطرحه للشعب الثاني وطالب انه صوت عليه وراجل لننفذه وننفذ ونعود فيه أصلح موريتانيا. وهم جماعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والزملاء عاكفين على صياغته، واللي عنده رأي وعنده أي فكرة يقدر يساعدنا في إنجاح المشروع. الحزب فاتح أبوابه وطالب جميع المواطنين أغلبيته الصامتة وموالاته ومعارضته المشاركة في هذا المشروع الوطني وراجل النجاح. مشاهدي الكرام، في نهاية حلقة الليلة من برنامج كلام في السياسة، وجدد شكري لضيفي الدكتور يعقوب اللمين مؤسس ورئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي، أشكره على حضوره وسعة صدره وتحمله لنا، كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.